تورتة بطول 10 أمتار ساهم في تحضيرها 10 أشخاص من أحسن صناع الحلويات والمرطبات بالبوليدة والجزائر العاصمة بهدف إهدائها للمرضى في مستشفى فرانس فانون بمدينة الورود، فامتزجت ألوان الأزهار الطبيعية بأخرى من إمضاء أنملة خففت من حدة أنين هؤلاء. حبينا نديرو زكاة على المال تاعنا اللي نخلصوه وكذا، كنت يزينا المال من مالنا الخاص قاع شوية شوية، وكل شيف خدم 50% في المكان وين يخدم هو، وبعدين لافينيسيون دينا هنا فيها 10 مترات على 60 سنتيمتر باش نفرحوا المرضى. شو الانسان حاجه هكذايا يروح يزورهم من الجزائريين من لهنايا، وربي يقدرنا الخير ان شاء الله لحاجه واحده اخرى اخونا ان شاء الله عقبه المره الجايه في المستشفيات اخرى. المبادره ليست الاولى من نوعها، ومشاريع اخرى من هذا السياق في الافق. نحضر نحوس نخدم طرطة فيها 54 متر تاع عيد الثورة إن شاء الله. إن شاء الله أني متمنى من أي واحد يدعمنا، أن سبونسور يدعمنا، حنا حاضرين، حنا نخدموها للعيد الوطني، نخدموها مجانا. المرضى من جهتهم ثمنوا مبادرة صناع الحلويات. نشكر ليكيب وإن شاء الله ربي يجيب شفاء المرضى كامل، ونشكركم أنتوما وفريمو قانا الله يبارك. نقدم لكم الصحة. مديكم الصحة، مرحبا بكم. مساحة عليكم الصحة وشكرا. أيوة صاحب القاطو اللي راهم يخدمونا في القاطو، الله يبارك. وانتم اجتهد صناع الحلويات والمرطبات بالبوليدة والجزائر العاصمة في إيجاد طريقة يجددون من خلالها الأمل في أفئدة المرضى وذويهم في الحياة، طريقة أجمع الحاضرون على أنها فعالة إلى حد ما في العلاج النفسي، على أمل أن تعمم لتشمل مستشفيات القطر الجزائرية.